مال الوزير سيد مؤسسة الشهوية سيد قدر سلامات المراد الكريم بقيت سيد شام صدق لنا سيد المنصف الأمين الكروش سادة المنصفين لباقي التقارير سادة الفضل الكريم أنا من الوافدين الجدد يعني الحزب رغم أننا كنا دائما قراب بزاف يعني الحزب الاستثمار الوطني الأحرار لأنه في الآونة الأخيرة وفضل إرجاع مع علي الوزير والسي عبد القادر سلامة قبل ما نعرف سي الوزارة اللي هما الأشخاص اللي يزورونا في الحزب الكلام اللي قال السيد المنصف الجهوي حول أنه تكون صراحة يعني بين الإخوان يعني اللي قبل الحزب وباقي يعني المناضلين أنا أقول السيد معالي الوزير على أنه العالم ديال التجارة يعني كنعرفو وهو أنه يعني باش يكون واحد المعاملة ولا باش يحكوا واحد الرقم يعني ديال المعاملة في البيت هو أنه نعتمدو على جوج ديال الحوايج الحاجة الأولى وهو أنه يكونوا لي كوميسيون يعني لي كيمكنو ويكون المنتوج يعني يكون منتوج مزيان والحمد لله أنه النخبة اللي اختارها السيد الرئيس كان في المستوى الربيع والمنتوج اللي جاب لنا السيد الرئيس كان كذلك يعني مزيان والحمد لله النتائج أنتم عارفين على أنه جينا احنا الولاء تقريبا في جميع الأقاليم ديال الجهة ديالنا والحزب جا هو المولد تقريبا هذا بالفضل ديال الإخوان بالفضل ديال المنتوج اللي جابو السيد الرئيس معالي الوزير أنتم عارفين على أنه القاطرة اللي كتجر يعني الاقتصاد ديال الجهة ديالنا وهو الفلاحة ولا سيما من جميع الأقاليم ديال الشرق ولا سيما هذا التقليم العاجز علينا بحيث انه يعني الحركه الوحيده اللي بين هذا التقليم هو القطاع الفلاحي يعني ما دام انه معالي الوزير ينتمي للجهه ديالنا انا كنطلب من السيد معالي الوزير باش يعطى واحد الاهميه خاصه لهذا التقليم هذا ويتصرف في الانجاز ديال السد ديال العزيمان ولماذا هي يعني واحد كلمه تقديري لهذا الاقليم هذا الغالي علينا وشكرا.